ما تتكلم يا عبد الخالق، ما تقول ايه اللي حصل. عبد الخالق كده حاف، ما تضيقش خلق امال، اتكلم بقى. امك وعيالك الاثنين محبوسين في بيت العده والكربات. هي حصلت؟ واني جاي ابلغكم كلام فتح الله الحسيني. بلغ ابن سادك الكلام اللي هقوله لك بالحرف. اتسحبت ودخلت البلد علشان تشوف امك وعيالك، واحنا كان ممكن نعمل فيك اللي احنا عايزينه، لكن انا امرتهم يسيبوك احتراما للحجه وبيتها، وقلت هيتمر فيك ودي احتمر. خطفت اخويا وفتحت باب ما ينقفلش، وقدامك فرصة واحدة، حسن اخويا يرجع النهاردة، وقصاد رجوعه حسيبك انت والمجرمين بتوعك تسيبوا زمام البلد وتروحوا مطرح ما كنتم. بس كده؟ ما قالكش حاجة تانية؟ باقي كلامه العلوان. هيديك نفس المهلة يا علوان، بس ترجع بغفرك وسلاحهم اللي طلعوا بيه التجريد وتسلموا نفسكم، وبيديك كلمة انه حيسامحك المرة دي قصاد وقفتك معاه في السابق، ومش حيحاسبك على المير. كلمنا يا كبير الحسيني، لسه عندك حاجة عايز تقولها؟ هو اني قلت حاجة من اصله يا صابر؟ ده كله كلام فتح الله. طيب يا حاج نسمع كلامك انت كمان بالمرة. اني عندي خبر ونصيحة، تسمعوا ايه لوان؟ الله ما طولك يا روح، ما تقول لحدك مرة واحدة. دي النصيحة الأول يا صابر، تعطي البصلة المرة دي وسيب حسن يروح معايا لأخوه، ها، وفضوا اللمة اللي انتوا عاملينها النبادي، وخلوها الفرصة تانية نقدر نساعدكم من جوا البلد، ونرجع حنين راسنا ومدلدلين ودني عشان يقولوا فتح الله بخ فيهم وجراهم زي الكلاب. طب ويمين بالله قبل ما تحلف فكر في الحجة شفيقة وولادك. تقصد يعني؟ يعني ايه يا صابر؟ امك وولادك محجوزين في بيت العدة والكرباج. ما هو ده اللي زاد المبلطين، اللي استجري دهوز بيت الحج سادك ويحبس اهله. اني ما قلتش محبوسين، اني قلت محجوزين. وايه الفرق؟ الغفر خرجوهم من الدار ولا لا؟ وسجوهم لحد بيت العدة ولا لا؟ وقفلوا عليهم باب الحبس ولا لا؟ ويمكن كمان ما ربطوهمش بسلبة ولا سلسلهم بحديد، وجايز كمان يكونوا حطوا لهم مية يشربوا وأكل ياكلوا، لكن جروهم وحبسوهم. حبس أمي، أمي مرات عمدة البلد وسيدها وأم عمدتها الشرعي، حاجة شفيقي بنت الحسيني، أولادي فتحي وفريال ولد صابر الحسيني. إزاي هانت عليكم يا كبرات بشنين؟ إزاي هان عليكم تسيبوا ابن بنت السخوية يعمل فيهم كده؟ عشان كده قلت لك لازم تطاطل الريح المرة دي وتخليها تعدي، واني هعهدك يا صابر إني هساعدك وقف جنبك لما تستعد للجاي. روح بقول له حاج، صبر بيقول لك حسن مش راجع قبل الشمس ما تغيب ولا بعد اللي وراه. حسن حيفضل مع انسنا هنا لحد ما كل حي ياخد حقه، واذا كان على الحاجة شفيقي وولادي فتحي وفريال فاني مش قلقان عليهم، طول ما هم بخير حسن حيفضل بخير. لكن لو اي حد مس شعره من اي حد فيهم، ابو علي هو اللي هيدفع الحساب. اول ما جالي الغفير رمضان وقال لي ان جنابك عايزني في الدوار ضروري، قمت اتكف على سجادة الصلاة. ايوه ربنا المعبود، ماني ما اقدرش اتاخر على جنابك ابدا. رمضان طلعك من الصلاة؟ سمعته سودة. لا هو في الحقيقة انا كنت ختمتها خلاص. كنت بتصلي يعني فرض؟ كنت بتصلي أني فرض؟ امتى؟ أنهي فرض؟ هو الفرض اللي وجب ساعتها. تدوم الجهوة يا سيادة عمدة، أنا تحت أمرك وجاهز. أصل رمضان ده حمار يا ششتاوي.
حمار يا ششتاوي. طب ليه كده يا سيدي؟ بعته هنادي على شيخ البلد الحقيقي شيخ يونس، راح ونده لك انت. ايوه بس انا شيخ البلد بالخدمة، خدمة الحكومي. قول لي انت عايز ايه وانا اعمله لك، اللي انت طالبه اعمله لك، ولا يعني لازم خدمة شيخ يونس؟ متجاحش فيها يا ششتاوي، ياك فاكر بنفسك شيخ البلد الحقيقي. احنا مش متفقين انك انت تفضل بصمجي وشايل الختم وشيخ البلد الحقيقي يفضل زي ما هو. ايوه وده كان كلام انا بذات نفسي، بس امبارح بالليل وانا مسطح والقمر مزهزهه والبر رايق، لقيت نفسي بسال نفسي ليه ما تجربش؟ ما تجربش ليه ولا؟ يعني مشيخة البلد لازمها ايه ما تقدرش عليه؟ لازمها تبقى جد يا ششتاوي، تبقى راجل ما حدش ينتقد تصرفاته عشان يكون لك هيبه واهل البلد يوقروك. ما ياخدوكش مسخه في الرايحه وفي الجايه وانت عمال تتنطط من خماره برطس في السخويه للخبازه في المنصوره. اوعى تصدق الاشاعات يا عمده، وهفكرك ببيت المتنبي اللي بيقول اعيدوها نظرات منك صائبه ان تحسب الشحم في من شحمه ورمه. خلاص يا شتاوي، احنا في وقت ما ينفعش فيه الهزل. جربني في الجد يا عمده. ما عنديش وقت اجرب، البلد ظروفها صعب والخطر محاوطها والاحوال ما تسمحش واحد يبقى موجود زيك، واللي زيك احسن لنا ان احنا نلموهم ونحبسهم، وانت وشوقك اختار اللي انت عاوزه. لو فضلت في البلد تتنطط زي فرقع لوز، الغفر هيجروك ويرموك في الحبس من غير اي تهمه، اما تاخدها من جسرها وتلم هدمتينك وتطلع المنصوره تفضل فيها هناك لغايه ما حال البلد ينعدل. بتطردني من بلدنا يا عمده؟ يعني خيرتك يا ششتاوي. ده انا كنت العريف بتاع الكتاب بتاعك، انا اللي علمتك الدروس والكلام. مش ايام ما كنت فايق؟ ايوه وكان البر كله فايق وصوت عرابي بيتجلجل في قصر عابدين. الراجل بيخرف يا سيدنا، بقول نشيله هيلة بيلة واتنين غفر يوصلوه المنصور. صبرك. لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا لكم. سامع عندي؟ لسنا تراثا او عقارا لكم. على العموم انت خيرتني وانا اخترت، همشي يا عمدي همشي، والبلد اللي انت عمدتها ما ينقعدش فيها. ايه انت راجل عديم الرباية. استنى يا مشرقي، الراجل ما غلطش، البلد اللي انا عمدتها ما تنفعش للي زيه. الله اتكل على الله يا ششتاوي. الليلة دي اخر ليلة بات في البلد دي، بس حبتها وانا شيخ البلد. مع السلامة يا شيخ البلد. مع السلامة. ايه يا جناب العمدة، هنسيبه منه لنفسه يدور في البلد يهوفض بكلامه الماسغ ده؟ مين من اهل البلد هياخد كلام الششتاوي جد؟ وبعدين مش عايزين نضيع وقت. مشرقي تاخد الغفر بتوعك وتفوته على بيوت البلد والعزب اللي جنبيها، تلموا الشباب والرجالة تجمعوهم في الجامع، عايز اشوفهم بعد صلاة المغرب. امر جناب. وانت شرف. امرك يا جناب العمدة. توصل لحد الشيخ يونس تقول له اني عاوزه ضروري، وياريتك تجيبه معك، انا حوصل مشوار ربع ساعة وارجع. الاقيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لولا السلام لله ما كنت تستاهله. وانت عارفة مقامك عندنا يا ست الحجة. عرفته النهاردة يا فتح الله. صابر، ما خلاش سكة تانية قدامي. هو مين اللي بيفتح السكك ويسوق الناس فيها يا فتح الله؟ اللي في ايده البندق ويحتكم على الغفر، ولا الطريد اللي اتنفى بعيد عن دياره وناسه؟ الظالم اللي بينكر الحق ويغول على اصحابه يا عم، هو ده اللي بيفتح سكة الشر. انت الظالم ده بعينه يا فتح الله، انت اللي نكرت حق صابر ونطيت على الدوار. هي دي العقدة اللي فتلتوا بيها حبل ولفتوه حوالين ركبيكم واللي حتشنقوا بيها روحكم. عقدة الباطل اللي قلبتوه حق وتشعبطتوا فيه، وانتوا اللي ابتديتوا بنكران الحق. لما العقدة الكبير الشيخ يوسف الله يرحمه قابل وجه ربه الكريم، وكان الدور على اولاد عرفان، على ابويا
اسماعيل الحسيني اللي كان وقتها في الحجاز، واستغليته فرصة وجوده في الحجاز وهو بيأدي الفريضة، وراح صادق داخل الدوار وجامع حواليه مشايخ الجامع الإيرواني وكبارات الحسينة والغفر، وخد منهم عهد بالعمودية تحت تهديد السلاح. ولما أبويا رجع كتير راحوا له وقالوا له ما تسيبش حقك، خش الدوار واحنا وراك. قال لهم لا، أنا لا يمكن أرفع السلاح في وش صادق، لأن كلنا حسينة، ولاد عرفان ولاد سالم. الله يرحمه كان عقله زينة عقول الحسينة. الحاج صادق كان دايما شايلها له جميلة، وكان دايما مقدمه في كل حاجة، وما يعملش أي حاجة إلا ما ياخد شرطه. ويعمل إيه كمان يا حجة؟ مش خد عهد العمودية لأبويا من بعده، وقال وتصاد الناس كلها وفيه منهم كتير عايشين وممكن يشهدوا، قال العمودية من بعدي ترجع لأولاد عرفان وخصوصا إسماعيل الحسيني. فكر الكلام ده يا عمة ولا نسياه؟ فكراه يا ابني، بس ده فات عليه زمن. الحاج إسماعيل ربنا اختاره والعمدة صادق موجود، لكن الحق لازم يرجع لأصحابه لأولاد عرفان. يعني أنا لما أدخل الدوار ما يبقاش نط ولا خطف، دنيا دو بمد إيدي علشان أخد حقي اللي تأخر. يا ما قلت له ما تتخنش دماغ ابنك يا صادق، ولا تطمعوش في عمودية مستنيها أولاد عرفان بفارغ الصبر. كان يزعق فيا ويقول لي ما فيش حاجة اسمها دور، العمدة يجي بعده ابن العمدة واللي مالوش ولد يوصل. كان بيقول بينه وبينك غير اللي بيقوله وسط الناس، لأنه كان متكل إنه مجهز كل حاجة لصابر وضامن إنه يركب العمودية من غير ما حد يتعرض له. ما فكرش في أولاد إسماعيل ولا في أمه. مالها أمهم يا حجة؟ ما تزرزرش قوي كده يا فتح الله، كل الناس في بشنين وعزب الزمان كلهم عارفين إن الحاجة ست إخواتها هي السر، هي اللي جهزتك علشان وقت اللزوم تجري قبل الكل وتمسك اللي فلت من ايدين ابوك وتثبت عليه بسنانك. انت كنت لسه عيل ما توعاش لما اتخانقت مع ابوك الله يرحمه، ولمت عليه ولاد عرفان كلهم علشان يوقفوا لصادق وياخدوا منه الدوار. بس الحاج اسماعيل كان رجل طيب بصحيح، بس كان عنيد ما حدش يقدر يحوله عن اللي في دماغه. عم شفيق ما تقوليش يا عم وانت حابسني. الباب مفتوح وحقول للغفر بتوعي ما حدش يتعرض لك. وقت ما تحب تمشي مع السلامة، بس حسن يرجع لك. حسن وبصله ازاي؟ سكتك لحد الطاحونة القديمة مفتوحة، لكن ولاده حيبقوا ضيوفي، حيفضلوا عندي لحد ما حسن يجي. برضو يا عمدة؟ هديك قلتيها بلسانك يا عم يا عمدة. خلاص خذ الولاد واطلع لابنك. ايه ده؟ مين؟ شهاب؟ ايه؟ ايوه هو شهاب. مالكم شارينه كده ليه؟ ايه يا جدع انت وهو؟ ماسكينه كده ليه؟ كان بيسحب من ورا الغيطان اللي ورا السور هناك ده. ودوني لسي صابر يا تسوقي. ما تفهمنا الاول يا عم شهاب، ايه اللي جابك النواحيدي؟ قاصد صابر الحسيني في مصلحه يا حناوي. ما تستلموه رايحوا لنا دماغنا بقى. خلاص سيبوه، روحوا شوفوا حالكم. يلا يلا. ايه يا شهاب واقف كده ليه؟ تعال تعال اقعد معانا. نعمل لك شاي ولا نجيب لك لقمه الاول؟ لا شاي ولا لقمه، بس روحوا انتوا وبلغوه. سي صابر مجيل يا شهاب، عايزه في ايه؟ مالكش دعوه انت يا سعلوان، سر بيني وبينه. هو في بينك وبينه اسرار من زمان، بس روح انت وبلغه. اسرار ايه اللي بيني وبينك يا غفير؟ يمكن انا راجل غفير غلبان ومليش هميه في بيوت العمد، لكن الخدام برضو امين على سر سياده. يعني انا ما امنك على سر؟ مش انت. امال مين انت؟ بقول ما تضايقش خلق امال المرحوم والدك الحاج صادق. قول
ولو ان فيها اساءة ادب مني انا مش هتكلم الا بيني وبينك بس، مش هنطق كلمة واحدة في حضور حد. سيبنا لوحدنا يا علوان. امرك يا سيدنا. ايه السر اللي وراك يا شهاب؟ عزيزة هلال. مين؟ بتقول مين يا شهاب؟ عزيزة هلال السخاوي. ماله؟ اللي شاعوا قالوه الناس في زمان بشنين كله انها ماتت في معزل الحميات في شربين سنة الوباء. ده اللي كلنا نعرفه. قصدك اللي كان المرحوم العمدة الحاج صادق عايزكم تعرفوه. يعني ايه؟ نقول اللي حضرتك مرة واحدة، خلي يومك يعدي. مش هقول الا لما اخد الحلوان. حلوان؟ معلوم، مش اللي بيتوه واللي بيضيع اللي يرجعه بياخد الحلوان. قصدك تقول ان عزيزة، ان عزيزة عايشة ما ماتتش؟ عايشة. انت بتكذب علي. ايوه، فتح الله الحسيني مصلاتك انك تيجي تاكل بعجلي حلاوي وتاخدني مشوار الهو، صح؟ احلف يمين بالله العظيم اتحاسب عليه يوم القيامة ان عزيزة هلال عايش. اتكلم، قول هي عايشة فين؟ الحلوان لو هاني حديك كل اللي انت عاوزه. قول عايز حسن الحسين. ايوه بنت لبيته جامد في دماغك ولا دماغي ابن ست اخواته؟ انه بعاتك عشان تيجي تشغلني وتحكي لي حدوتي من بتاعت ايام زمان. انا حلفت يمين بالله العظيم. علوان! امرك يا سيدنا. خد الناصح دي وارميه مع حسن الحسيني لغايه ما يفك عقده لسانه، وان ما تكلمش لحد بكره احنا ننطقه بالعافيه. شهاب كان الغفير الخصوصي بتاع الحاج صادق العمدة اللي فات، واللي كان بيرتب من بدري عشان ابنه صابر يتولى من بعده، لكن صابر اتعطر في السكة اما وجع في غرام عزيزة هلال وشبط يتجوزي. العمدة اتجنن لان عزيزة كانت من افجر بيت في السخاوي، لا ملك ولا طين ولا مال، وامها في الاصل بتسرح في الاسواق ببيض وجبنة وزبدة، وابوها كان اجري في ارض الشيخ يونس. الدنيا ولعت في دار العمدة، ويعملوا مهما يعملوا محدش قادر يزحزح صابر عن اللي في دماغه ابدا. ولما العمدة يأس جاب شهاب وطلب منه يتصرف. عزيزة لازم تختفي من الوجود، واسهل حاجة يكروا عليه ويدفعوا للي يتويه، وده اللي رجع بيه شهاب للعمدة بعد كام يوم. ها عملت ايه يا شهاب؟ خلاص يا شهاب العمدة، المأمورية جديت. عزيزة هلال سخنت وجرى بيها أخوها على الحوكمة في البندر، وقالوا عندها والعياذ بالله تيفوت ولازم تتعزل، وديناها والنهاردة الصبح قضاها نفت. ديه اللي تقال للناس على لسان أهلها اللي قبلوا تمنها، لكن العمدة فهم إننا خنقناها ورميناها في ترعة القاصد. ما هنتش عليها يا سي حسن، فكرتني ببنت سعدية اللي ماتت عروسة، سلمتها أمانة لناس طيبين، اسم الناس دول وعنوانهم هحفظهم لك يا حسن عشان يبقوا ضمانك قدام صابر لو أنا ما استحملتش اللي هيعملوه فيا. أنا مش عارف الغفير المزيد ده قال له إيه يعكر مزاجه بالشكل ده. هو كان عايز يجرروا عن ايه يا سيدنا؟ في حاجة اتكلموا فيه وشهاب ربط في حتة ومرضاش يتزحزح. ايه يعني انت ما سمعتش طرطيش كلام كده ولا كده؟ انا كنت شايفك واقف مطرطق ودانك يعني قدام الباب. لا رجم وناصح قوي يا خي، ما سمعتش ولا كلمة. بقول لك ايه يا سيدنا، ما تخليها عكارة مزاج بعكارة مزاج، وقول له عايزين نشوف ولادنا وبيوتنا. طب تسدد دلوقتي اما نشوف مين اللي جه. ايه ده؟ دي كارتة ابويا العمدة. يا نهاري، دي الحاج ام صابر واولاده. ما روحتيش على دارك ليه يا امه بعد ما سابك ابن ست اخواتي؟ لانه محملني رسالة ابلغها لك. رسالة ايه يا امه؟ رسالة ايه يا غالية؟
بعد ما يتعدى على حرمة دارك ويحبسك انت والولاد في بيت العدة والكرباج. فتح الله مساش الأدب معايا يا صابر، وعاملني أنا وولادك زي الضيوف، ومشاني من غير ما يتشرط حاجة، وصمم أجيلك في الكاريتة وغفيره معايا. يعني إيه يا أم؟ عزل أروح أشكره؟ عزل أتشكر له؟ ده المثل بيقول يا أم ده فيش بعد حرق الزرع جيري. ما قلتش لا تروح ولا تتشكر، ولا هو قال كده. كل اللي هو عايزه تسيب أخوه وتاخد رجالتك وتبعد على قد ما تقدر. أما علوان ورجالته فملكش دعوة بيهم، هو هيتصرف معاهم. كتر خيره يا أم، كتر خيره، راجل بصحيح. وانت يا أم خايل عليك الحدوتة دي. انت صعبان عليا يا صابر وخايفة عليك، مش عايزك تفضل طول عمرك تجري ورا فتح الله مره وتجري قدامه مره. انساه، فتح الله خلاص بقى العمده وتبت رجليه والكل مسلمين له. الدور والباقي عليك انت وعلوان اللي بقيتوا مطاريد زيكوا زي المنصر اللي ماشي معاكم. فكر فيها بالهداوه يا ابني واغزي الشيطان. باذن الله هتروق وتحلى امه ويتلم الشمل ان شاء الله. وانت فتحي خد بالك من اختك فريال وستك، انت راجل البيت. وانت يا فريال مش عايزه حاجه؟ عايزه اشوف امي يابا. حاضر هجيبها لك يا حبيبتي. بالسلامه انت يا امي، بالسلامه يا غاليه. وعد علي الايد اللي تفتح عليك ظهرك بعد كده لازم تنقطع. بعد كل اللي قلته لك يا صابر ومش لدد عليك؟ هفكر يا أم، هفكر. وأنا بوعدك أهو، ربنا يلهمني الصواب إن شاء الله. طب وحسن؟ هيرجع معاك بإذن الله، بس الدنيا تلهيل. أنا مش قادر أصدق إنك رجعت بجد وقاعد قصادي لحد دلوقت. ليه بقى فتح الله؟ قصدي يا حضرة العمد. انت كنت خلاص يئست من رجوعي ولا ايه؟ انت بقالك زمن يا راجل فايت من ايام الخديوي عباس. بص انت النهارده تسهر معايا وتفضل معايا تحكي لي لحد ما الشمس تطلع. والله لو عليا يعني ما عنديش مانع، انت اللي وراك هم ما يتلم. ده الحاج حتى كان بيحكي لي واحنا جايين في السكه بيقول لي الظرف صعب قوي، وان صابر ابن العمده اللي فات ملموم على الشيخ الغفر القديم ولمين منصر وقطاع طرق ومحوطين البلد. لا وقلت لك كمان ان فتح الله عظمه ناشفه قوي، وان هو اللي هيقطع دابرهم ويخلص عليه ان شاء الله. يا حاج يونس كويس انك جيت علشان تشاورني، وكويس ان بشير كمان هنا علشان ينورني. انا ان شاء الله بعد صلاه المغرب الليله هجمع الناس كلها واكلمهم علشان ابلغهم. مفيش راجل بصحته او شاب يقدر يشيل سلاح يقعد في داره ويقول هم الغفر اللي حيحشوهم عني. أنا والغفر وشيخهم وشيخ البلد وشيخ الجامع حنعمل اللي لازم نعمله. المهم انتوا تعملوا كمان اللي لازم تعملوه. المنصر وولاد الليل وقطاع الطرق مش جايين لني، جايين لكم انتم. عارفين ليه؟ علشان يحطوا ايديهم على بيوتكم وارضكم وحرمكم. يرضيكم كده؟ لو يرضيكم قولوا لي علشان اوفر عليكم الدم والمال واسيب العموديه من بكره. ده كلام يا جناب العمده؟ مشنين وكل اللي حواليها معاك، مش كده عليها رجاله؟ طلعونا فتح الله ينادي والكل لنداه خاضعين. طلعونا فتح الله ينادي والكل لنداه خاضعين. لا هي سخرة ولا سلطان تبادي وكف الجهاد وفرض عين وأهين يا لي. بلغت المديرية باللي عملته ده يا عمدة؟ ريح بالك يا حج ما تفوتنيش. ده انت بتلم الفلاحين على المزارعين على الأجرية والتملية والعبيد كمان. البلد ما فيهاش عبيد يا حج عبد الخالق من زمان، من ايام افندينا اسماعيل باشا. الخديوي اسماعيل
لغى العبودية على الورق بس يا شيخ حامد، وروح شوف بيوت ملاك المديرية بحالها مليانة عبيد وبيداروهم بقولة الخدامين السياس الكلافين. أنا ما يفرقش معايا أي نفر في بشنين عن التاني، وبعد بكرة مع طلوع الشمس هيكونوا كلهم على قوة الغفر. ده انت بتعمل جيش خصوصي لك يا ابو اسماعيل، ولا بينها السلطة ادتك المأذونية تلم الرجالة؟ العمدة ما عملش بدعة ولا حاجة يا حاج، وياما العمدة صادق ومن قبله العمدة يوسف لموا الرجالة عشان الدودة والفيضان والديابة اللي جاعت وانسعرت وبهدلت مواشي البلد كلها، ومحدش يا حاج فتح حنكو ولا نطق ولا قال تلت التلاتة كان. وانت بتكلم ليه يا حاج يونس؟ ما هو العمدة عنده لسان يرد بيها علي. بيحبك جو الحاج عبد الخالق يا عمدة. ايوه واخد بالك، دي باينة زي الشمس. السلام عليكم. حسن. عليكم السلام. ألف حمد الله على السلامة يا حسن. ألف حمد الله على السلامة. ايه رجعت مع الحجة شفيقة؟ ايوه يا جناب العمدة. أنا قلت لك إيه لما رجعت من عند صابر يا عمدة؟ مش قلت لك حسن هيكون في دارك الليلة؟ أوامرك يا سيدنا. افتح الباب يا تسوقي واكفله ورايا. حاضر يا سيدنا. اتفضل. أديني نفذت لك طلبك يا شهاب، وحسن الحسيني روح لأخوه فتح الله وركب نفس الكاريته اللي ركبتها أمي وولادي. خير ما عملت يا سي صابر. الدور عليك يا بطل وتنفذ لي طلبي. عايز ايه يا ابو فتحي؟ لسه بتسأل عايز ايه؟ اسمع يا جدع، انت يعني روحي باجي في مناخيري ومش ناقص مطوعة. عزيزة هلال لسنتين فاتوا كانت في بورسعيد مدارية عند اخوالها، وبعد السنتين اللي فاتوا انقطعت اخبارها عناني بالخصوص. اسمع يا غفير النحس، انت انا يوم النهارده ما طلعتلوش شمس، ولما كنتش تقول الحقيقه نوبه وحدي انا هدفنك هنا مطرح ما انت واقف. صدقني يا ابن سيد الناس، انا اخر مره رحت اسال عليها عند خاله اللي بيشتغل طباخ في بيت الخواجه الكبير بتاع شركه الكنال، قالوا لي انها هربت ومحدش يعرف راحت فين، ولما قلت لاخوها الششتاوي قال لي تغور في 60 دقيقة. هو اخوها الششتاوي كان عارف اني عايشين؟ الوحيد من بين اهل ابوها اللي في السخاوية اللي طلبت منا بلاغه، وكان دايما يسافر لها بورسعيد ويطل عليه، وهي كانت بتحب وبتعد ابوه. وليش الششتاوي يقول لك لما انت سألت عليه تغور في 60 دقيقة؟ هي غريبة منه صحيح، بس أنا قدرت إنه كان مونون ومش في وعيه ساعتها. سوقي! أيوه. وصلت شهاب؟ أيوه وصلت، بس كان شايل الهم ومش عاجبه اللي بيحصل. طب سيبك من الكلام ده كله وجرب. حاضر يا سيدنا. صابر وشهاب كانوا بيتودودوا في إيه؟ أنا هعرف منين يا سيدنا؟ كده أهو بتتلائم عليا يا ابن التملي. طيب ليك قاعدة على رواجة. البدر من حسن النبي. ما احناش فاهمين ايه العبارة يا خالد، ده لمة السلطة ولا لمة العمدة ايه؟ وهو العمدة ايه والسلطة ايه يا شميس؟ اصلنا سمعنا ان المراكز اللي حوالينا كلها بتقدم رجالتها وشبابها للسلطة عشان الحرب اللي دايرة بره اوروبا، حرب غليون. تبقى العبارة باينة، بيلمونا عشان الحرب، مش العبارة كده برضه عبادي؟ وانتوا ما راكمش غير عبادي، تكونوش فاكريني متعين نايب العمدة ولا شيخ البلد بعد الششتاوي ما طفش. طب براحة يا اخويا على نفسك كده شوية بالراحة، تهدي قولنا انت عم جاو. اقول لكم ايه بس، ما هو اللي عندكم زي اللي عندي، فتح الله الحسيني بيعمل جيش من الغفر يخلص بيه على صابر الحسيني وولاد الليل اللي معاه. لا يا فالح، العمدة بيلم انفار عشان الجهادية. وهي الجهادية بتبقى كده برضو يا عبادي؟ امال تبقى ازاي يا شميس؟ ما هي تبقى كده. دي كانت تبقى مصيبة يا اولاد. الناس هنا هتعمل ايه بس في اللي وراها؟ الزراعات والارض والدودة والهم اللي مستنيهم على موسم الفيضان. الناس هتجيب انفار منين بس لده كله؟ بعد السلطة بتلم الكل.
قلبك واكلك على ايه يا شويس؟ لا تزرع عدي زراعاتك ولا الارض ارضك. ضحايا الله اجري. خف شوية على الراجل الامجاوي، ما احنا كلنا اجرية ومزرعين عايشين على حبة القمح وحبة الذرة اللي بترموا في حجرينا بعد كل محصول. بس كفاية يا مخيمر، ما عادش حد بيسمعنا، قوموا بينا نروح على العمدة نتعشى عنده. فتح الله عايز يعمل زي السلطة ويلم رجالة وجدعان الزمام ويرميهم علينا بعد ما يسلحهم، فاحنا لازم نبعت رجالة من بتوعنا من العتاولة يندسوا بين الفلاحين والتملية ويجيبوا لنا قرار الحكاية. تبقى لقط الطعم يا غشيم. فتح الله بعت رجالته وغفروا برا البلد لاجل ما يقولوا كل الكلام اللي قاله بعد صلاة المغرب. مش فاهم. فتح الله ده ذكي، مش هيسيبك تجهز رجالتك عشان يتجسوا، لا. فتح الله خلاص جهز نفسه وسن سكاكينه وعايز يتعشى بيني، ولازم نلحق نتغدى به الأول. أمرك. تقدر تجهز رجالتك اللي قاعدين حوالين النار دول يتسمروا وتنفذ قبل الفجر. ننفذ ايه عدم المؤاخذة؟ اللي هقول لك عليه ده يا علوان ترسمه في دماغك زي الوشم وتحفظه للكل. قول يا سيدي الكل. العشاء فضيلة الشيخ مطرح ما يسري يمري. بارك الله في أهل الخير وطعامهم. يلا يا مخيمر شمر كمك وسمي. أسمي وأكبر كمان يا مولانا؟ ده زفر يا مولانا. بسم الله الله أكبر. فوزدك حلب يا عمدة، هيعجبك جو. عشان كده ما رضيتش تتعشى معايا. هو فوزدك ده عشي؟ ده تسالك كده يا راجل. خلاص خليها قدامنا واللي عايز يمد ايده. سلامات يا ابن يونس. سلامات يا ابن الحاج اسماعيل. تعرفش قد ايه انا انبسطت لما شفتك. عميت ست اخواتي كانت دايما تقول لي يا بشير انت توأم فتح الله اللي ما جبتوش بطن. والله وحشاني الحاج. هل هي نامت ولا ممكن اسلم عليها؟ لا، الحاجة ست اخواتها في كفر الشيخ، بعتهم هي ورضوان هناك لحد ما الامور تهدى. اني اجرت لهم بيت هناك وقاعدين فيه مع شاهر. وشاهر بقى بعت معهم ونس ولا؟ اكيد عرفت باللي حصل، البلد كلها بتتكلم عن اللي عمله. انا من ساعة ما رجعت مفيش كلام بسمعه غير عنك وعن اللي عملته من يوم ما توليت. ده اللي سمعته ده حاجة جامدة قوي يا جد. ضويا نفسه بيقول لي انها وحيدة ما شافتش عمدة زي ابن الحاج اسماعيل. سيبك مننا، خلينا فيك انت. قول لي احكي لي عملت ايه في العشر سنين اللي قضيتهم في الشارع؟ اتجوزت مين؟ واشتغلت في ايه؟ وجاي مصر زيارة ولا قاعد؟ قول لي على كل حاجة، ما تفوتش نمنمة. يا حكايتي في الشام دي تعدي بينا الفجر وتطلع علينا شمس الصبحية وما تخلص. كان نفسي ابقى تالتهم واسمع اللي بيقولوه عشان اوصله بحكايات زمان اللي وعيت على الدنيا اسمعها على لسان امي وحريم الدار. ايام بشير مسافر على الشام كان عمري 4-5 سنين، وكل اللي عرفته انه راح يشتغل مع جماعة شوام جابلهم في المنصورة وتبهوه يسافر معاهم. وشوية وسمعت انه سافر لانه ملوش في الفلاح ومش عاوز يبقى صاحب تين. وسمعت اخويا فتح الله مرة بيقول بشير ده اتولد شارد وحيفضل متغرب طول عمره. قول قعدتلي يجي سنة في جمعية المقاصد الاسلامية في بيروت، وبيروت برضو اتعرفت على راهب في دير مير مارون. دماغ ايه بقى واخلاق ايه؟ راجل عنده ثقافة وعلم ما شفت لهمش نظير في الدين. بهرني يا فتح الله، فتح لي طاقة واسعة على دنيا جديدة ما كنتش اعرفها. يعني الشيخ تيمور في المقاصد ضبط النص زي ما كون ربك سبحانه وتعالى بعتهم لي عشان يفتحوا لي دماغي. علموني انجليزي وفرنساوي وخلوني اقرا اللي ما حلمتش اقراه طول عمري، وهم اللي نصحوني انزل الشام. دي مش يعني هم هناك بيقولوا عليها كده، زي ما احنا هنا مثلا اللي نزل القاهره يقول لك رايح مصر، هناك برضه اللي نازل دمشق يقول رايح الشام. في الشام بقى اشتغلت في مطبعه بتاعه راجل من اغنى الاغنياء هناك،
اسمه ناظم بيه العظم. انا ما شفتش الراجل دي طول مده شغلي في المطبعه، لان معاملته كلها كانت مع الخواجه كحيلي مدير المطبعه، ودي موال لوحده خالص. شخصيه محترمه جدا ومرح جدا، بني ادم جامع جواه كل ميزات وعيوب الدنيا متلخبطين في بعض كده. الخواجه كحيله دي بقى يبقى حماي او فاد يا مراد. صيد كلو شبع وناوي يهضم على ودنا. راح فين يا حسن؟ واني كنت نازل اقعد معاك، بس هروح اسمع الصيد بقى. وقل السلام عليك يا خير الورى من عاشق طول المدى يهواك من أرض المدينة للبيت الحرام. شفنا البدر نور من فوق المقام من أرض المدينة الحرام. شفنا البدر نور من فوق المقام. يا ما عشنا الليالي نتمنى لقاء وادعنا جنال ونتهنى بقيام. عارف أبشير حسن ده في حاجات كتير قوي منك. منني؟ يا رجل حرام عليك، هياخدها مني. طالع دود الكتب زيك، يحب السمع والمغنى ومن ظهره ويبان عليه أكبر من سنه. أبويا قال لي إنك قدمت له في المعهد الإبراهيمي في تسوق. أيوه قعد فيه سنة، بس أنا هحوله للمدرسة الابتدائي في كفر الشيخ علشان يقعد مع أخواته. أخواته مين؟ شاهر وعبد الله؟ ورضوانة. ألا صحيح بمناسبة رضوانة يا عمدة، إيه الكلام اللي الحاجة أم بشير قالته لي دي؟ بعدين يا بشير حبقى رسيك على الموال كله. خلينا إحنا في موضوعك أنت والشاب، كمل. حكايتي مع الشام خلص. خلاص اتجوزت وخلفت وانا الاوان اللي ارجع بلدي، واديني رجعت. ورجعت على ايه؟ يعني هتاخد بالك من الارض والفلاحه ولا هتدور على وظيفه؟ لا لا دي ولا دي، الارض في ايد جحفر اخويا وحماد ابن عمي لما يرجعوا بالسلام. بشير انا مش ساكت على غيابه. انا والله عارف يا عمدي، عارف انك مش هتهدى ولا يرتاح لك بال غير لما يرجعوا بالسلام، وكمان عرفت ان مشوارك للمحروسه كان بالمخصوص عشان موضوعهم دي، وان شاء الله هيرجعوا بالسلام ان شاء الله. ساعتها بقى ابتدي المشروع بتاعي. المشروع بتاعك ايه ده؟ اللهم صل على حضرة النبي، ما تقول وتفرحني. قبل ما نتكلم انا عارف انه حاجه جامده قوي، لانك انت غويط ومخك واعر. طيب ربنا يسترها معانا ويقدرنا على الجامد ده يا صاحبي. طب ما تشوقنيش اكتر من كده وقول. انا بمشيئه الله نويت افتح مطبعه. مطبعه ازاي يعني؟ زي المطابع اللي موجوده في المحروسه واسكندريه وبورسعيد والمدن الكبيره دي. ايوه فهمت، مطبعه يعني بتاعت كراريس المدارس وورق الدواوين والحاجات دي. طب وليه يعني تجيب حقها؟ هتكفيك انت ومراتك وعيالك ولا واخدها تسليه وهتعتمد على الفلاحه والارض برضه؟ لا انا مش واخدها تسليه، انا واخدها جد، مش هعتمد على حاجه غيرها، وعلى قد ما تديني هعيش. يعني معاك حقها يا اخوانا، متجاز تلف منه. لو كان على كده تم انا مايل على ابوك الحاج يونس، واللي هطلبه هيديهولي. ديتها ايه؟ يبيع حته ارض يعني؟ بس انا عايز الموضوع يبقى من ايدي لايدي. يعني معاك الفلوس؟ فاديه مراتي هتشاركها، لمت مساغها وذهبها كله، وهننزل طنطا او المنصوره نتمنها. ازاي الكلام ده؟ ازاي ترضى ان مراتك اول ما تنزل بلدك تبيع صيغتها؟ هي اللي طلبت كده وألحت عليه. ترفض وقول لها دي عوايد بلدنا، الراجل هو اللي زود حاجة مراته مش ياخد منها. اما يا عمدة برضو انت مش عارف الجماعة اللي انا مناسبهم. الخواجك حيلة دي متعلم في باريس ومدخل عياله كلهم مدارس فرنساوي، وكلهم طالعين يعني ما بيحبوش حكاية كنز الذهب والمساغ والفلوس والحاجات دي. انا ابويا الله يرحمه كان يقول ان الشوام دول تجار شاطرين قوي. وعلى العموم لو جماعتك يعني عايزة تدخل معاك بفلوس وتشاركك وماله. لا الحكاية مش كده خالص، على كل مش وقته، احنا تمسينا
بحسبك الليلة. بشير. نعم يا فتح الله. شاركني. أشاركك في إيه؟ إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ قصدك المشروع بتاعي؟ نص بالنص. يا زين ما هشارك. بس طيب أدربها في دماغي كده وأقول لك. أنت لسه هتدربها في دماغك. ما هو على رأي المثل. إن كان لك حبيب لا تناسبه ولا تشاركه. ومع ذلك أنا من زمان نفسي أبقى أنا وأنت في حاجة واحدة. خلاص يا سيدي قلبها في دماغك. بس ترد علي. السماح السماح يا سيدنا. في ايه يا شيخ الغفر مالك؟ سهونا وهجموا علينا من غير احم ولا دستور ودخلوا على الزراي سحبوا البهايم واللي ما قدروش يسحبوه سموه ولعوا في الجيران ومخازن الغل. عملها ابن سادق وخالد تفشير. عمل ايه يا عم؟ يا عم الجبنيه ما فيهاش ريحه المرجله. شغل ولاد ليل صحيح. هو يبقى الولاد ليه؟ صابر مش هيطب على البلد ويسرق زرايب وينكب حيطان. لا ده فهم ان انا بوضب له ضربه انه ما يقومش منها علشان كده قال اتغدى بيه قبل ما اتعشى بيه. مش رجعي امر جنابك يا عم. فين كل الرجال اللي لمتهم؟ موجودين في بيوتهم يا سيدنا لغايه ما ننده عليه. اجمعهم كلهم ويوزع عليهم سلاح وغفر عشان يحكموهم. واقطع طريق العزب والطاحونة القديمة واستنى مني إشارة هناك. أمر الجناح. هتعمل إيه يا فتح الله؟ هعمل اللازم تعمل أبشير.